اليوم يا اخوان راح تشوفون اقوى مقطع في تاريخ أمي تي في اللي بتشوفونه اليوم عزيزي وعزيزتي المشاهدة أمي تي في. لكن انا هاك في الموقع، ولكن هاك بطريقة شرعية وبطريقة ذكية جدا. ابشر لكم ايش اللي بيصير اليوم معنا. راح ادخل أمي تي في يا اخوان لكن بطريقة مختلفة جدا. جلست اضبط المقطع هذا والله يمكن فوق ساعتين الى ثلاث ساعات. ليش كل هذا الوقت؟ لان اللي بيصير اني راح اخلي شخص يقابل شخص وانا مخفي بينهم، ما حد يدري اني داخل المكالمه وهم يسولفون. انا راح اجننهم، انا راح اصدمهم، انا راح اتحكم مين يجلس ومين يمشي ومين اللي يقول اي كلمه. هدي تحمست بزياده. بتقولون كيف بتشوفوا كل شيء الان؟ لكن يعني طلب واحد يا جماعه الخير، اذا تبون جزء ثاني نفس الفكره، اذا المقطع وصل فوق 200,000 لايك واعدون انترون جزء اخر. بتاكد انك ضاغط لايك وبأعطيكم نصيحه يا جماعه الخير، كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر. المقطع اللي بينزل يوم الاثنين بعد بكره تاكد انك ضاغط على الجرس. ليش؟ ممكن بي سي، ممكن 100 دولار، ممكن ما سياره، ما ادري. رمضان هذا اليوتيوب بيتفجر. خلونا نقلل الكلام ونوريكم مع بعض الان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا المقطع. دقيقة بس، معليش عزيزي المشاهد، دقيقة واحدة فقط. آخر مقطع يا جماعة ضبطتكم بأحد البرامج بكود تخفيض تطلب وتجيك فلوس، اللهم لك الحمد. طيب أحمد، نبغى نستفيد بعد من الكود بأشياء ثانية من عيوني. هذا المقطع عزيزي المشاهد والمشاهدة برعاية نون. نون يا جماعة الخير هو تطبيق تقدر تستخدمه من الجوال ولا من جهازك. طيب يا اخوان خلونا ناخذ نظره سريعه الان واعلمكم ليش نون بيضبطونكم. نون ورمضان، تدري ايش معاه نون ورمضان؟ يعني حاليا انت بافضل اوقات العروض اللي ممكن تجيك. التطبيق يا جماعه الخير عنده جميع الاغراض اللي ممكن تحتاجها، سواء شخصيه، سواء جيمنج، سواء ملابس، تجهيزات للعيد، للرمضان، اللي تبيه. وطبعا ما راح انساكم يا متابعيني، اكيد ما راح انساكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بلاي ستيشن 5. بما ان رمضان كريم وتونا بادين وانا مستانس، راح اسحب على السوني هذا او البلاي ستيشن هذا في المقطع الجاي. راح يكون شخص واحد، كل اللي عليك تاكد انك مشترك واضغط لايك واكتب اي كومنت. واذا انت حظك زفت ما عليه، ادخل التطبيق وروح عند اضافه كود وحط الكود، الكود اللي ظهر امامكم SXBU، اربع حروف اضافه على الاس اكس بي حرف اليو. خذ خصم 50 ريال، ولاي شخص راح يطلب من الموقع يا جماعه يومين يوصلك الطلب. عندهم طرق كثيره جدا للدفع، تقدر تطلب وانت مرتاح. ولا تنسون اذا طلبتوا استخدموا الكود اللي ظهر لكم على الشاشه يا جماعه، وعليكم بالعافيه. رابط تحميل التطبيق تحت وموقعهم برضو تحت. الله يسعدكم يا جماعه، ما ودي اطور اكثر من كذا. شكرا لكم، مشاهده ممتعه يا جماعه الخير. ملاحظه بسيطه، قناه الشخص اللي شرح لي وضبطني بالفكره الله يسعده تحت، لا تقصروا معاه، انسان مبدع يستاهل كل خير. طيب يا جماعه الان الكام اختلفت عليكم، دخلتوا بجو غريب، خلوني اوريكم ايش اللي صاير. ركزوا معي، عندنا شاشة على اليسار وعندنا شاشة على اليمين. ممتاز ممتاز، ابى اوريكم تيست الان وبسكت بس عشان تفهمون فكرة المقطع. جاهزين؟ ياو ايش هذا الرسمة؟ ها؟ ايش الرسمة هذه يا خرا؟ الرسمة صغيرة، في مشكلة؟ ابو كلب اي ما تسب. هلا سب، ما تسب، هلا سب، لا ما تسبك بعد، زقين ثلاثة. عيب يا اخوي انك تسب يا الهطف. شوف انت قاعد تسب يا هطف، يا رجل انت هطف. ايش يعني هطف؟ ايش يعني هطف؟ يعني انت غد. حلو، امشي. كيف كان يومك؟ ايش يومي؟ زفت يا زفت. ترى عندي مشاعر يا اخوي. ما ادري، لا انا عندي مشاعر. الانسان زي مين هذا اللي قاعد يرقص؟ لا انا هكر. مين انا؟ انا هكر. ايش انا هكر؟ ها؟ ذحين اثنين يتكلمون ولا بلاغة؟ في صوت هنا وصوت هناك. طيب شوف شوف، ركز معي. شفت هذا الآن؟ أيوه. أنا بلمحة بصر طالع أبرة. أيوه. كدبرة. شوف أبرة كدبرة بس. يلا روح لأمك. فهمتوا يا جماعة فكرة المقطع؟ عرفتوا كيف؟ أنا أجلس، العالم تدخل مع بعض، وأنا ألعب في عسبتهم، أنا وجوي، وهذا مو عاجبني، أشبه مع هذا، أطلع بالنص، أسوي أشياء كثيرة. لايك، إذا تبون جزء ثاني، تأكدوا أنكم مشتركين وأعطي لايك. بسم الله نكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك أنت يا دبة؟ دبة؟ أنا طلع الدبة هلا. الدبة؟ أنت عصا السكر. ها؟ لا غير! لا صديق أنا آسف، والله صديق أنا آسف. الو 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 الو، السلام عليكم، انا صديق. مدلاش كروزك بس. ها؟ السلام عليكم. صباح الليل. اهلين. صباح الليل. انا خروف. ما ويلكم. انا خروف. شوفوا الماركة حقت بيتنا، انا خروف. اشوف شوفي هذا باختي شعب. سمعت شنو قالت؟ انا خروف. هجمها. يلا يلا.
وانا امي يلا تبي اطفي عليك انت بمسواك رد علي ولا ولا تبغى اضبطك بمحتوى خذ هذا سولف مع هذا الشخص ترى عنده مليون ريال سلام عليك أوي. انا عندي مليونين احمد سمعت هذا مليون. عنده مليونين تبغاه ولا انا عندي 2 مليون هذا شخص ثاني شخص ثاني امدك اعرف لك واحد عنده 4 مليون و200 الف 4 مليون و200 الف 4 مليون و200 الف مشترك على اليوتيوب وانت على الهواء مباشره السلام عليكم. وعليكم السلام. وشلون ذا يطلع لكم تي في؟ أمي تي في؟ مكتوب فوق عندك. لأني هاكر. شوف قاعد أغير الناس وأتكلم معك. وقف الشاشة. غير. إيه كيف يا ولد؟ كيف؟ شلون كيف؟ أنا هاكر. أقول اللي أبغى. يعني أقدر أتكلم طيب. معك الآن كذا وأنت قاعد تكلم. وأقدر أرجع. شنك. شنك شخصيا نعم انت تسجل مقطع باليوتيوب الان يلا مع السلامة انا ذلك اسمع اسمع ايوه قاعد اسجل يا ولد ايش جابك بالبرنامج ذا يا ولد برنامج الوالد ولا الوالدة ما ادري علمني يا ولد استغربت يا ولد انت انا شايف مقاطع باليوتيوب الله يسعد قول امين يا اخي وش الابتسامة هذه والله العظيم انك صنعت يومي بابتسامتك هذه من شيخ القبيلة ذا شيخ القبيلة هذا سواقنا يا ولد حرام عليك ليه يا شيخ دقيقة دقيقة ها ها وش ما فهمت ها شي ذا مجنون والله ما ادري ايش في امه من وين جايبين هذا من هنا من اللي استلم جايبين رجا اسمع اسمع رجا اللي قال شيء هذا ايه تكلم هلا يا اخي خلى على اللي قبل شيء تفضل يا غالي خليه يتكلم ها انت ايش قاعد تضحك يا الاهبل يا خبل اللي قبل دقيقه يا اهبل قاعد تضحك كذا ليش اهبل انت مجنون وقاعد تاكل قوطي مويه مجنون انت مجنون انت يا ولد ترى قاعد اتحكم بجهازك الحين انا قاعد اغير ايش تعمل في جهازي يا ولد ها اطلع اطلع يلا خدمه يا مجنون شبي لا يا عيال شبي لا اطلع اطلع انت خصوصياتك خلاص اطلع والله صدق اطلع ايوه يلا خدمه يا غالي بطفي عليك الجهاز ها لا طفي يلا بطفي طفى خلاص والله ايه يلا بس خلني اخذ الباسورد هذا بس يا ولد لا يا اخي مو بصاحي ده والله يا جماعه مو بصاحي والله مو بصاحي بالله ابغى جوال تكفى يا كلاحس يا ابتي وسبيحه طيب عط الكلب حقي جوال تكفى الكلب حقي يبغى جوال الكلب حقها معليش معليش انا ما لي دخل القرد حقي يبغى جوال اي قرد القرد اللي على اليمين والكلب اللي قدامك شوف انت مصدوم الان تقول مين هذا اللي قاعد يتكلم صح تدري اني الان انا مخترق جوالك وقاعد اتحكم فيه كامل التحكم وقاعد اغير على راحتي وانت ما تقدر ردت فعلهم يا عيال ردت فعلهم جامده كيف حالك يا غالي انت في الصاله معك السلام عليكم معك شركة أومي تي في احنا اللي ماسكين المنصة في الشرق الأوسط الله يعطيك العافية حابين أول شيء نستفسر تجربتك في البرنامج كيف معك لا تستغرب ما أعتذر أول شيء نعتذر بالنيابة عننا أن دخلنا بهذه الطريقة لكن هو استفسار فقط تجربة البرنامج معك كيف كانت دقيقة تعال لا تستحي الله يسعدك خلاص كمل دقيقة لا 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 وات ذا فاك وشو ذا انا مو فاهم شيء والله كان يرعب دقيقة السلام عليكم يا ابن الحلال فكنا تكفى دقيقة تم اختراق الجهاز ممتاز جدا الشيء الاول تم سحب جميع المعلومات
مفروض المقطع اطول من كذا والله العظيم، لكن بيشوفون الحين بطلع لكم رامي صوره جاني حضر يا جماعه يمكن 5-6 مرات كل شوي ادفع عشان ينفك، يبغالي مستقبلا اضبط لي اكونتات عشان ما يجيني حضر، بس مو مشكله، اهم شيء انكم استمتعتوا يا جماعه الخير. ابي انوه على شغله، تبون زياده والله من عيوني، بس تعبت والله على المقطع مره من ناحيه التجهيز، فاذا تبون لايك اشتراك تبون كومنت، وبنوه ايضا على اخر شيء في المقطع وانهي فيه اللي هو المتجر يا جماعه الخير بلوفرات موجوده كميات محدوده ويمكن تخلص، ومبارك عليكم الشهر مقدما، وايضا صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد، السلام عليكم، الله يسعد الوجه. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بي طريقي ما اشوف صفحة نهاية